أنا أعتقد حنا بالفعل أمام ظاهرة، أمام سابقة. أنا يعني أزعم أني كنت في مجلس الأمم من 75، ما حصلت سابقة من هالنوع. دائما لما تكون في استجوابات سواء لأي وزير أو حتى لرئيس الوزراء، يعني نادرا ما يشعر الإنسان أنه في بداية الاستجواب تجد أنه على الأقل في عدد كافي لطرح الثقة في الوزير أو لإعلان عدم التعاون مع رئيس الوزراء. وفي معظم الأحوال كان دائما يقول والله احنا بنستمع. المرة هذه في اليوم الأول، في اليوم الأول يبين لك إلى أي مدى موقف الناس كان ضاغط، وإلى أي مدى أيضا هذا أمر يجب أن يسجل، استجابة النواب أيضا لموقف الناس، وهذا أمر وايد مهم ووايد إيجابي. لأول مرة في أول يوم 37 و 38 واحد يعلنون تأييدهم. ترى اللي يقول أنا مؤيد الاستجواب بعضهم يشككون ترى تأييد الاستجواب ما هو تأييد، ترى هذا كلام مو صحيح. تأييد الاستجواب في هذه الحالة بالذات وبهذه السرعة أيضا وبالطريقة اللي عرضت من قبل 37 و 38 واحد كانت واضحة أنهم مع أي خطوة تتخذ من قبل المستجوبين تجاه رئيس الوزراء. وأنا أعتقد الشغلة اللي أنا فهمتها على الأقل وأسجلها أنه حتى رئيس الوزراء فهم ذلك، ولا شلون يقدم استقالته؟ لا يمكن يقدم استقالته إلا استجابة لحقيقة توجه الناس واستجابة لهذه الأغلبية غير العادية، وشعوره أيضا بأن ما ورد في الاستجواب لا يستطيع الدفاع عنه. لذلك أنا أعتقد استقالة رئيس الوزراء كانت مستحقة ولا يجوز العودة عنها، بل لا يجوز. أنا أعتقد شلون راح يفسر للناس أنه والله أنا قبلت، ما يجوز أن يقبل. استقال رئيس الوزراء استجابة بسبب المحاور اللي وضعت، وايضا بسبب هذا التأييد غير العادي اللي جاي ايضا من النواب الى حد بعيد استجابة لرأي الأمة.